تم إنشاء هذا المركز بمال الخاص ولم يكن لأحد فيه درهما واحدا من بداية الإنشاء وإلى أن انتهى، ولكن كان الإشراف الهندسي من قبل المهندس حسن عبد المجيد والمهندس كمال عبد الرحمن والمهندس باسل حمودي. وبعد ذلك بعد أن تم الإنشاء كان لأهل المنطقة الدور الكبير في افتتاح المركز والعناية به، وعلى رأسهم هذا الرجل السيد حماد، كان يعني عونا في نشأة هذا المركز وإدامته. ولحد الآن الحمد لله الأمور تسير في المركز على ما يرام وبفضل الله تعالى وتعاون أهل المنطقة. هو هذا اللي الحقيقة الحمد لله في هيت المساجد كثيرة، المساجد في المنطقة وفي غير المنطقة كثيرة جدا، لكن لم يكن في حينها مركز خاص لتعليم القرآن الكريم. من هنا جاءت الفكرة، لأن والدي كان رحمه الله يتمنى أن يكون في البلد حفظة للقرآن الكريم، لأنه كان يعتقد أن البلد الذي ليس فيه حافظا للقرآن الكريم فإنه آثم جميعا، لأنه يعتقد أن حفظ القرآن الكريم فرض كفاية على المسلمين، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولذلك نشأت الفكرة في إنشاء المركز، طبعا يتبع المركز المسجد لأنه أكو ترابط هناك بين المسجد والمركز. نعم أكو هناك علاقة، وإن المركز فقط أخذ على ما أخذوا به الأوائل، فعن طريق الملائية والتهجي والروان، التهجي اللي هو القاعدة النورانية الآن اللي احنا نسير عليها، والروان اللي هو احنا نسميه السواد، وأيضا الأحكام اللي هو أحكام التلاوة والتجويد. الحقيقة بفضل الله تعالى من افتحنا المركز كان إقبال المنطقة عليها كبير، وبعد سنة من افتتاح المركز قمنا بمسابقة قرآنية في سنة 2019، وكانت المسابقة كبيرة جدا، وكانت الحفظة فيها بفضل الله 5 من الرجال و5 من النساء، وكان الأوائل أرسلوا للعمرة من الرجال والنساء، والثواني والثوالث أخذوا جوائز مالية، وبذلك كان تشجيعا، وإن كان الهدف إن شاء الله تعالى ليس ماديا، لكن كان ذلك حافزا لأن يتقدم الطلاب والطالبات. وكان بفضل الله تعالى التقدم كبير ومستمر ولحد الآن. كانت النفقات في حينها من التبرعات الخيرين والطيبين من أهل الخير والفلاح. نعم، بداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل الله عز وجل أنشئت وأقيمت هذه المراكز لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه في قضاء هيت، لنعيد لهذه المدينة مجدها التليد السابق
مدينة العلم والعلماء، هذه المدينة التي خرجت كبار العلماء وكبار القراء على المستوى العالم الإسلامي ليس على مستوى القطر فحسب، فهي لها حقيقة بصمتها وأثرها في عراقنا الحبيب أنها تهتم بتدريس القرآن الكريم منذ يعني تاريخ قديم جدا. كانت تنشئ المراكز أو ما يسمى بالملة أو ما يسمى دورات تحفيظ القرآن الكريم، فكان الطلاب في ولا سيما في العطل في المدارس ينخرطون في هذه المساجد وهذه الدورات الدينية ليتعلموا على كبار القراء والمجودين في قضاهيت قراءة القرآن الكريم وعلى الطريقة القديمة وهي التهجي والتمكن من السواد ثم أحكام التلاوة ثم بعد ذلك الحفظ، لأن كما تعلمون أيها الإخوة حفظ القرآن الكريم لابد أن يكون له أساس ويكون له قاعدة، قاعدة هذا الحفظ أن يكون بشكل صحيح، تنطق الحرف وتنطق الكلمة بلغتها ورسمها وما تستحقه من مد وإدغام وما إلى ذلك من أحكام التلاوة، حتى الطالب يتعلم الحفظ الصحيح ويكون هذا الحفظ على أساس وقاعدة متينة وسليمة لتعليم القرآن الكريم. بفضل الله عز وجل أنشئت يعني العديد من المراكز في قضاهيت، ومن أبرزها مركز الشيخ العالم العارف بالله الشيخ عبد الرزاق محمود الحبيب رحمه الله، سمي هذا المركز باسمه لما لهذا العالم مكانة عظيمة في نفوس أهاليهيت وهذه المدينة، كان أحد علماء العراق وأعلام هذه المدينة، أنشئ على يده جامع هيت الشرقي والذي هو في وسط مركز هيت، ولقد تخرج على يد هذا الشيخ العالم عدد من الطلاب وكان يهتم بتحفيظ القرآن الكريم لطلابه، فأنشئ هذا المركز وسمي تيمنا باسمه وتبركا باسمه. بفضل الله عز وجل أنا بصفتي والد لأحد يعني أو طلاب ثلاثة أبنائي في هذا المركز، حقيقة وجدت فيه من العناية والرعاية الشيء الكبير، يعني وهذا الفضل يعود لحسن إدارة هذا المركز الإقرائي على أيدي هؤلاء الأساتذة الأفاضل الذين هم يعني حقيقة من خيرة أساتذة أهاليهيت في مجال تعليم القرآن الكريم. بفضل الله عز وجل هذا المركز يمتاز بالجدية والعناية الفائقة والإخلاص في العمل وتحفيظ، وكله حقيقة يعني لا يبتغون فيه إلا وجه الله عز وجل، يتنادون المدرسون وطلبة العلم للقرآن الكريم من شتى أنحاء مدينة هيت ليأموا هذا المركز، كله حسبة لله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل، وقد ترجموا فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فحقيقة كانوا من خيرة ما يعني تعلم أبناؤنا على أيديهم. بفضل الله عز وجل حينما يأتون أبنائي إلى البيت أستمع لهم قراءة ممتازة، وهذا يدل على شيء يدل على تمكن إدارة يعني مركز الشيخ عبد الرزاق محمود الحبيب إدارة وتدريسيين ومعلمين وإخلاص متفانيهم في سبيل خدمة كتاب الله المجيد، فحقيقة هذا المركز يعني لا يسعنا إلا باسم عوائل هذا الحي بل باسم جميع أهاله أن نتقدم لهم بأسمى آيات العرفان والشكر الجزيل على هذه العناية وعلى هذا الإخلاص. وحقيقة يعني الذي يدل على ذلك قد مر العراق كما هو العالم بجائحة كورونا، وكما تعلمون في تلك الحقبة وتلك المرحلة توقفت الحياة، يعني تعطلت المدارس وتعطلت نواحي الحياة، إلا أن هذا المركز أبى إلا أن يواصل تعليمه وتدريسه، فأنشأوا دوائر للتعليم الإلكتروني عن بعد حتى يحافظوا على سلامة الطلاب وعلى سلامة المدرسين، فحقيقة يعني كانت جديتهم بهذا العمل أنهم أنشأوا جروبات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي ليتابعوا طلابهم ويتابعوا تلاميذهم ويستمعوا لهم في الحفظ، يعني حقيقة مؤسسة متكاملة بل وأقول وجامعة، هي جامعة حقيقة يعني أكاديمية إن صح التعبير، يعني حقيقة تتسم بالجدية بتعليم القرآن الكريم، ويعني لا يسعنا إلا أن نرفع لهم أكف الضراعة والدعاء إلى الله عز وجل أن يطيل في أعمارهم وأن يوفقهم لخدمة ديننا العظيم ولخدمة كتاب الله عز وجل، فجزاهم الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. سبع الذين 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 سبع الذين
إلى قريش. فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. نجاح الدورات منقطع النظير، جدا ممتاز، وعلى الأقل يعني أكو هناك مبادرات رائعة الحمد لله، وهذا ليس بفضلي ولا بفضل أحد، إنما بفضل الله تعالى الذي هو الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وهو الذي يحفظ القرآن بهؤلاء. والحمد لله إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا يكون الأمور أطيب وأفضل. أكيد أكون هناك وسائل حديثة، وإحنا لازلنا في الصفر بالنسبة لغيرنا، وأنا شاهدت مراكز كثيرة في تركيا وفي مصر سبقونا بكثير، لكن الحمد لله احنا نقول احنا في البداية، والله تعالى يعيننا ان شاء الله. والله يعني انا كل سرور وغبطة، وبالتالي انا مو مستغرب، لان الله تعالى هو اللي تكفل، هذا مو غرابة، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، هو اللي يهيئ أن تجي، واللي يهيئ الناس اللي بدون أن نرسل عليهم يجون ويقولون يا باش تحتاجون احنا حاضرين. يعني هذا أكيد هو تيسير الله تعالى، وإلا مو فضلنا الحقيقة. أول ما بدينا كان المركز للرجال والنساء كان يتسع، لكن بعد أحداث كورونا صار المركز تقريبا شبه للرجال ويوم واحد للنساء، لأنه ما يستوعب. لكن على الأونلاين أكل أخت ست وداد بنت حامد جاسم غانم، هي مديرة دورة النساء، لها الفضل الكبير في إدارة قسم النساء، ولا تزال وعلى الأونلاين عندها تقريبا 300 يعني طالبة الآن هم يمارسون الحفظ والتلاوة والقراءة والنورانية وكذلك نشاطات أخرى. والله أنا رسالتي للأهالي، أنا هذا الأمر هو يخص كل مسلم ومسلمة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يطلب من كل مسلم ومسلمة أن يحفظ كتاب الله تعالى بما يستطيع، على الأقل بما يحتاجه في الصلاة. وحفظ القرآن الكريم هذا موهبة، إذا الله تعالى يريد به الخير يجعل القرآن في جوفه. أنا مسجل هنا بالدورة، دورة المركز الشيخ إبراهيم عبد الرزاق محمود، فهي دورة لتعليم القرآن والتلاوة أيضا. فأنا اللي 3 سنين أنا بهذه الدورة، يعني ما ظليت متصل بها، فيعني بحيث أنتظر اليوم اللي يجي بي وقت الدورة على حتى أجي على مكان الدورة. أنا بقتها كنت ويا يعني أصدقائي،
فقالوا لي إنه أكو دورة. فقلت الوالد والوالدة فقالوا لي روح سجل. من سجلت ظليت ملتزم بيها، تعلمت أحكام التلاوة، لأنه ما يصير نقرأ القرآن الكريم من دون أحكام التلاوة، وحفظت بعض من الأجزاء وأيضا التهج. أنصح جميع حتى أولياء الأمور أن يرسلون هنا أبنائهم، لأنه تعلم القرآن، لأن تعلم القرآن مفيد يفيدنا بالدنيا وبالآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وبلاء همومنا. اللهم حفظنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أكو الحقيقة مسابقات رمضانية، أكو مركز الإمام الشاطبي الآن في حي الخضر أعلن عن مسابقة، وإحنا الحقيقة ما أكو مسابقة بسيطة للصغار إن شاء الله، وفنية إن شاء الله في السنين القادمة تكون الإمكانية جيدة وتكون مسابقات. وهذا رمضان الحقيقة احنا ما عندنا مسابقة كبيرة، اكو مسابقة صغيرة، لكن الحمد لله الفضل لله تعالى موجودين. القرآن لا ينقطع. الشيخ معاذ عبد الستار اعلن عن مسابقة، وقد وضعنا نسخة من الإعلان في لوحة الإعلانات، ونرجو الله تعالى ان يتقبل ذلك من الجميع. أعتقد من طبعا احنا عندنا لكل قسم 5 فروع: حفظ وتلاوة والقاعدة النورانية والسواد وأمور أخرى. فبالنسبة للذكور، عدد الكادر للذكور يعني المدرسين 8، منهم 3 مجازين. عدد الطلاب للحفظ 17. عدد طلاب القاعدة النورانية 41. عدد طلاب السواد 7. عدد طلاب الأحكام 11. عدد الحافظين لكتاب الله تعالى كاملا من الذكور 5. أكو هناك نشاطات أخرى في المركز بالنسبة للذكور. أقيمت دورة تدبرية في سورة الملك، حفظ وتدبر وما يتعلق بها من أحكام لفضيلة الدكتور ليث سليم ياسين، ودورة ثانية في فقه العبادات لفضيلة الشيخ الدكتور مفلح عبد الواحد، ودورة أخرى في أصول الفقه لفضيلة الشيخ الدكتور محمود إبراهيم عبد الرزاق،
والأخرى في النحو لمدة شهرين للأستاذ الدكتور طه شداد. ولا زال الحمد لله الآن الدورات الدائمية موجودة وتسير على قدم وساق في كل أيام السنة. الحقيقة الرسالة أنا أحمد الله تعالى أن أكو لهذا المركز شباب نشأوا في طاعة الله تعالى وهم من يقوم بكل ما يتعلق بالمركز حسبة ومجانا لوجه الله تعالى. أتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يسدد الله تعالى خطاهم ويوفقهم لكل خير. بفضل الله عز وجل هذه المراكز الآن التي أصبحت يعني تعدادها يعني ما خانتني الذاكرة قد يكون إلى 5 مراكز أو إلى يعني 10 مراكز الآن في طور الإنشاء، كلها أخذت على عاتقها ليس فقط تحفيظ القرآن الكريم، إنما أخذت على عاتقها غرس تعاليم الاعتدال والوسطية في نفوس ناشئتنا ونفوس أطفالنا ويعني عقولهم وصدورهم، حتى نجعل حصانة فكرية لهذه الفئة العمرية حتى لا يتأثروا بالدعاوى والأباطيل والتعاليم الأخرى التي لا تمت للإسلام بصلة. بفضل الله عز وجل القائمون على هذه المراكز اليوم من إداريين ومن مدرسين ومعلمين كلهم يمتازون بالفكر الوسطي بفضل الله، كلهم طلبة علم وطلاب أكاديميين يعني حقيقة اليوم جادين في غرس تعاليم التماسك المجتمعي، الفكر الوسطي، الفكر الاعتدالي الذي يدعو إليه الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فاليوم احنا نحثهم حقيقة بصفتنا أكاديميين دائما نوصيهم مع تعليم أبنائنا وناشئتنا حفظ القرآن الكريم، لابد أن نغرس في نفوس ناشئتنا وأذهان أطفالنا الإسلام الحقيقي الذي أراده الله عز وجل وجاء به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الناصع الوسط المعتدل الذي يجمع ولا يفرق، والذي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فإذا ديننا بفضل الله يمتلك من الحصانة والمبادئ التي لا يتأثر، إن تأثر بعض الشيء وقد يعني قلت أسلفت أنه تأثر بقوة السلاح وبقوة الإرهاب، لكن الإسلام اليوم يعود مرة أخرى لوجهه الحقيقي، ولا سيما في مدينتنا وفي هذه المراكز والصروح العلمية لتحفيظ القرآن الكريم، جنبا إلى جنب مع زرع الفكر الوسطي الفكر المعتدل في نفوس أطفالنا وناشئتنا، حتى ننشئ جيل متفهم للإسلام الصحيح ينقل الصورة الصحيحة للرأي العام بأن هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا الإسلام الذي يدعو التعاون والمحبة والتوائم. وبلدنا بفضل الله بدل بلد العراق
قدر الله فيه أن يكون متنوع الأعراق، متنوع الديانات، متنوع الطوائف والمذاهب. لكن وهذه الفسيفساء التي يعيشها العراق اليوم هي علامة صحية ليست علامة سلبية، لكن أراد أعداء الله وأعداء البلد أن يجعلوا من هذا التنوع تنوع تضاد واختلاف، لا تنوع محبة. لكن العراقي يأبى إلا أن يعود مرة أخرى ليحتضن هذا البلد كل أطيافه، ليظهر بالصورة العظيمة، صورة العراق الذي يجمع ولا يفرق ولا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. اليوم نريد أن ننقل رسالة الإسلام، ننقلها بالدعوة إلى الله عز وجل التي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الحكمة اليوم لابد منها من أن ترافق الدعوة إلى الله عز وجل، وفضل الله هذه المراكز كما قلت وأسلفت تتسم بهذه الصفة. نسأل الله عز وجل التوفيق لهم جميعا. اولا انا بالنسبه لي يعني عندي اجازه قراءه عاصم براويه شعبه وحفص. هذه الاجازه اخذتها من مشايخي، من الشيخ عمر نور الدين العبيدي والشيخ الدكتور احمد عواد الكبيسي. حقيقه صارت عندنا يعني خبره بوصول التلاوه وقراءه القران. هذا خلاني اتبحر بهذا العلم كثير، ودرسنا منظومة الجزرية للإمام شيخ إمام القراء شيخ الإمام محمد الجزري. أخذنا مع بدينا حقيقة بأسلوب جديد، هذه طريقة تدريس أصول التلاوة ما اتبعت يعني أصول الدراسة الملائية. حقيقة بدينا بدراسة متعمقة علمية بحتة، وأخذنا متن الجزرية شرحا بالكامل وحفظا للطلاب اللي أنا أخذتهم بالتدريس. يعني أهم من الأبواب المهمة لمنظومة الجزري الإمام الجزري باب المخارج الحروف، اللي هو يجب عن القارئ أول ما يتعلم مخارج الحروف. حقيقة مو بس للقارئ، يعني القارئ وأي موظف المذيع هذه لابد كأحنا كعرب نعرف مخارج الحروف ونعرف اللغة العربية. فمن يعني من كمثل يقول بالمنظومة الجزرية يقول قل مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. يبدي هنا الإمام الجزري بيشرح مواقع هذه الحروف، مخارج الحروف بجسم الإنسان. فيبدي بالجوف فيقول للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وهذا الجوف المقدر لحروف المد بالجوف، والجوف هو منطقة الفراغ بالحلق والفم، هذا يسموه الجوف. بعدين قل ثم لأقصى الحلق، هاي أقصى الحلق منطقة بين الحنجرة وجذر اللسان، همز هاء، إذا مخرج الهمزة والهاء، ومن وسطه ووسط الحلق فعين حاء، إذا العين والحاء وسط الحلق منطقة لسان المزمار، أدناه غين خاؤها، الغين أدنى الحلق الغين والخاء. ويبدأ عادينا بباقي الحروف باللسان، يقول والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. وهكذا يبدأ مخارج الحروف يعني للنهاية. احنا مثلا هذه مخارج الحروف يعني يطلب من القارئ أنه يعرف مكان المضبوط ويطبقها، وين يطبقها بالتلاوة. على سبيل المثال كثير من القراء مثلا عندنا من القراء يقرأ مثلا القارعة، ما القارعة، ينهيها مثلا بعين مفتوحة بينما هي لازم توقف على هاء، فالمخرج الهاء من أقصى الحلق، فلازم يجيب مخرج الحرف بالمضبوط حتى تصير التلاوة مضبوطة. مثلا نقول القارعة، ما القارعة،
هاء شوف ما القارعة، والهاء يفتح الأوتار فتح بسيط مو حيل حتى يطلع الهاء بشكل مضبوط، هذا ينطيك نطق مضبوط وينطي مخارج للحروف بشكل صحيح والأصوات تطبق بشكل صحيح وتطبق الأحكام التلاوة بشكل مضبوط. حقيقة بالنسبة يعني نهدف إلى تخريج طلاب يعني يتمتعون بقدرة عالية وعلم كبير في علم أحكام التلاوة، خصوصا يعني عندنا طلاب بقينا وياهم تقريبا أكثر من سنتين ثلاث سنوات تقريبا ندرس الجزرية متن الجزرية وشرحا وحفظا لازم يحفظه، وهذا الطالب يطلع مو طالب بس يقرأ، إنما طالب يقرأ ويعلم يعلم طلاب أصول علم التجويد الحقيقي يعني المضبوط اللي تلقيناه من العلماء المسلمين. نعم نعم، يعني حتى يصير يعني مثل ما نقول ندخل في خيرية اللي وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني مو بس هو يتعلم، لا أكيد مو بس تحفيظ وتعليم القرآن وكذلك علوم النحو والصرف وحتى المواريد يدخل بها، هناك محاضرات الدكاترة موجودة بيبين. والله حقيقة إقبال يعني إن شاء الله ما نقول حيل زين، لكنه إقبال ممتاز يعني متوسط فوق المتوسط مثل ما يقول، وكثير من طلاب أو الأهالي يعني لهم تعاون خاص مع المركز، وكثير من القراء اللي جمي واستفادوا من هذا المركز. والله يعني أهم رسالة يعني أحب أوجه للناس وللهذه، يعني أنت يعني نقول للناس يعني ابنك تزرع به بذرة حب القرآن وحب كلام الله سبحانه وتعالى، خير ما يتعلم غير أمور من وقت الفراغ اللي عنده، وخصوصا إحنا هسه ندخل يعني بعالم تكنولوجيا وعالم معلوماتي ما تعرف وين شنو التوجه اللي يوجهون به الأطفال ويوجهون به الشباب، فطبعا اللي يتوجه للكلام لتعلم القرآن وتعلم كلام الله سبحانه وتعالى والعلوم الشرعية، فيكون مو الطفل أو الإنسان هو يحفظ القرآن، يكون القرآن هو حافظ هذا الشخص، هو القرآن هو اللي يحفظه وتشوفه يكون متفوق ويكون الله سبحانه وتعالى يزرع التوفيق في حياته العملية والمستقبلية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالبداية أعرفك عن نفسي، أنا أحد أولياء التلاميذ معتز ومعتصم، اسمي أثير حمودي عواد، سكن هيت تشيري. جبت أولادي قبل تقريبا 7 إلى 8 أشهر، بدينا بالمركز الحمد لله ويا أساتذة. والله بداية أول شيء طبعا شكر جزيل للقائمين على المركز، فهو والله بذرة خير وأمل لكل ولي أمر يريد يحافظ على أبنائه في ظل هالظرف هذا الصعب وبظل هالانفتاح هذا، أنه يقدر على الأقل يصير عندهم فد بداية فد رصيد من القرآن الكريم، واللي يحمل القرآن الكريم ما يضيع والله مستقبله إن شاء الله. الهدف الولي الأمر مهما حاول أن يحفظ أو يقري أولاده بالبيت ما يستطيع أن يوصل بهم اللي يعملوا المركز ولا واحد بالعشرة،
من جبتهم للمركز الهدف هو اولا تلاوة القرآن تلاوة صحيحة على ايدي ما شاء الله اساتذة مجازين اكفاء. اثنين الحفظ، بلشوا وباشروا بهم قبل 7 اشهر تقريبا 6 اشهر بدأوا بهم، الحمد لله اثنيناتهم بقالهم سورة او سورتين يكملون جزء عمه. لو بقوا بالبيت كون على ثقة ما يقدرون يحفظون ربع الجزء، لان ما متفرغين، الدوام، المدرسة، الانشغال، الأب والأم مهما قدروا على الالتزام بالمركز التزام أسبوعي ما يشغلهم عن الدوام الرسمي ولا معطلهم عن شيء، والحمد لله شكر نتائج حيل حلوة وسريعة ومفرحة. والله أحد الشغلات اللي هي تعتبر أمل للأب وللأم أنه يشغلون وقت أبنائهم تلاوة وحفظ القرآن الكريم ولو بالجزء البسيط، يعني مو شرط كل الوقت أنه ينشغلون. هسه حتى اذا يعني الموبايل يستخدمون ببرامج تحفيظ وسماع القران حتى يحفظ السوره، فيبقى منشغل التلميذ والمشترك مع القران اغلب الاسبوع حتى يقدر يحفظ. هم الحلو بالموضوع بمركزهم انه عندهم برامج تشجيع، هدايا، يقيمون سفرات ترفيهيه، لعبات كره قدم تقريبا كل جمعه يحجزون لهم بالملعب، فالتلميذ من يجي مو ضايج من الموضوع، يعني خلينا نقول هو متحفز، هو متحمس للجاية، يعني ينتظر الجمعة وينتظر وقت الدرس ماله حتى يجي يشترك، وحتى الأستاذ انطاني وحتى الأستاذ قال لي. فأسلوبهم حلو وجاذبين الأطفال ومتونسين الأطفال، وإن شاء الله يستمرون، يعني سأل الله أن يسهل أمرهم الجميع وأن يكملون الحفظ. والله أنا بالنسبة لي سكاني خارج هيت طفولتي، بداية بهيت كنت ملي داخلين بالملة بجامع الخضر مع الشيخ سليم الله يحفظه اللي هم أولاده هسه أحد القائمين على هذا المركز، سأل الله أن يحفظهم جميعا، عائلة ما شاء الله عليهم وأخواننا وزملائنا هم. الشيخ سليم كنا داخلين يوم أول وثاني ابتدائي، بعدين احنا سكننا خارج هيت، فظلت بنفسي يعني أنه أنا حاليا هسه رجعت خلال الدورة، هسه أنا حاليا أنا مولي أمر تلمين، أنا داخل دورة أحكام وتلاوة وأستفاد من عنده، واللي ما يدخله كأنه ما جاي يقرأ قرآن غير شكل قراءة القرآن، تعلم القرآن اللي احنا نقرأ ونسمعه مو مثل ما تقرأ على أحد. القرآن ما يؤخذ بالتعلم إلا عن طريق أن تقرأ على أحد متعلم القرآن ويعرف القرآن، تقرأ عليه ويسمعك ويصحح لك، يلا تضبط وتتلو القرآن بصورة صحيحة. للمركز أدعوهم أن يستمرون طبعا أولا، وإن شاء الله هم من غير ما نقول هم مستمرين، ولكن حتى إذا كانت أكو ظروف صعبة أكو معوقات، والله احنا بالنسبه لي كولي امر اول المساعدين واول المساهمين باي خدمه يطلبوها، سواء عمل سواء تكليف سواء دعم مادي معنوي اي شيء احنا حاضرين. بالنسبه لاولياء الامور والله العظيم اللي بعده ما دخل اولاده، فيعني يجوز اكو ناس بعيدين مو يومهم المركز، انا سكني بعيد واجيبهم بالسياره، يعني كل ما اجيبهم وانتظرهم واخذهم، بس متونس على الموضوع ومو متعبني هذا الشيء. يجوز أكو ناس أكو مراكز إقرائية أقرب، فاللي يقدر يرسل أبنائه يحفظهم من الشارع ومن ضياع التليفونات ومن الوقت الزايد والفارغ اللي عندهم، يحفظوا لهم جزء يعتبر ذخر لابنه ولوه يوم القيامة باشر، يعني تبقى إمتى يتلو القرآن هو اللي بادر وهو اللي حفظه هو اللي جاب ابنه، فيربح الدنيا والآخرة. أنا بالنسبة لي بالنسبة لأولادي تحفيظهم بالبيت أسمع لهم، أرجع الورد مالهم أقريهم اللي حفظوه سابقا، إضافة إلى التودي وتجيب هاي طبعا غصب عني، يعني هذا مش فضل من عندي لا عليهم ولا على المركز. الشغلة الثالثة طبعا تحفيز الهدايا، تحفيز المعنوي، إذا حفظته أسوي أجيب لكم، يعني أحفزهم وأحببهم بالقرآن وبالمركز. والله
يوم.